وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. قال وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء أي رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أخرجه الترمذي. والحديث ضعيف، ضعيف بالاتفاق، باتفاق أهل الصنعة من جهة إسناده لمفرده. قال وله شواهد منها حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند أبي داود، عند أبي داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، يعني إذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم. وهو ضعيف، ضعيف الإسناد. وعند ابن ماجه فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، وهذا أيضا ضعيف. الحافظ بن حجر ماذا قال؟ قال إن هذا الحديث حسن بالشواهد، لكن الإمام الألباني رحمه الله بين أن هذا الحديث لا يقبل التحسين، وأن هذه الشواهد لا ترفعه إلى درجة الحسن. قال رحمه الله ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقهما لشدة الضعف الذي في الطرق، لشدة الضعف الذي في الطرق. الأسانيد يا إخوة فيها ضعف شديد، بعضها فيها متهمون بالكذب والوضع، وبعضها واهية جدا، فمثل هذا لا يصلح أن يقوى. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع مسح اليدين، مسح الوجه باليدين عند الدعاء. وقد سئل مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال ما علمت ذلك، ما علمت ذلك. وكان سفيان يكره هذا، وقال النووي لا يندب، وقال العز بن عبد السلام لا يفعله إلا جاهل، لا يفعله إلا جاهل، لأنه عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل، ولم يصح بهذه العبادة دليل. ولذلك نقول يا إخوة لا يشرع، بل من البدع أن يمسح الإنسان وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. وإن كان من المشايخ ومن أهل العلم من تابع ابن حجر على يعني قوله إن الحديث حسن بشواهده، فقالوا إن مسح فلا بأس، لأن هذه عبادة يا إخوة، والعبادة لابد لها من دليل. فالراجح والله أعلم أن المسح بدعة. نعم.